في الفيديو السابق تكلمنا على لا بوزيسيون اناتوميك دو ريفيرونس وشرحناها اون ديتاي. اللي مازال ما شافش هذا لا فيديو راح نخلي لكم لو ليان تاعها في صندوق الوصف. اليوم ان شاء الله رايحين نتابعوا الفيديو ونكملوها. ابقوا معنا على قناة ازيت كومينيك. في فيديو اليوم ان شاء الله رايحين نتعرفوا على لي زاكس دو كور هيومان، والريفيرونس نتاعنا هي لا بوزيسيون اناتوميك دو ريفيرونس اللي راهي باينه قدامنا. أول أكس وأول محور هو الذي يمر من الفوق إلى التحت ونسموه لاكس لونجيتودينال. أما ثاني محور فهو الذي يمر من اليمين إلى اليسار ونسموه لاكس ترانسفيرسال. وآخر محور هو الذي يمر من الخلف إلى الأمام ونسموه لاكس أنتيرو بوستيريور. رايحين نتعرفوا إن شاء الله واحدة واحدة على كل أكس وما الذي يسمح به. اللاكس اللي رايحين نتعرفوا عليه اليوم هو اللاكس اللي يمر من الفوق الى التحت ونسموه لاكس لونجيتودينال. اذا لاكس لونجيتودينال il passe de l'extrémité céphalique au supérieur à l'extrémité caudale au inférieur، يعني من الفوق الى التحت. رايحين تقولوا لي رانا تعرفنا على لاكس لونجيتودينال، لكن ما هي الفايده نتاعو اون اناتومي؟ لان رانا ندرسوا في لا بوزيسيون تاع لي زورغان اون اناتومي. ما هي فائده لاكس لونجيتودينال اون اناتومي؟ سهلة راح نجاوب عليها. أي عضو يكون قريب من لاكس لونجيتودينال راح نقول عليه اون بوزيسيون ميديال. ناخذ مثال القلب، هو خير مثال، راه اكزاكتومون في الوسط، يعني راه على اون بوزيسيون ميديال. أما إذا كان بعيد واش راح نقوله؟ راح نقوله راه اون بوزيسيون لاتيرال. ناخذ مثال أيضا اللي هو لاما اليد، راهي اون بوزيسيون لاتيرال بارابور على لاكس لونجيتودينال. تاني استعمال لاكس لونجيتودينال راح نقولو على أي عضو قريب من الغاسين بوزيسيون بروكسيمال، ولما يكون بعيد نقولو عليه بوزيسيون ديستال. رايحين تقولو لي ما معنى غاسين؟ دكاغ، إذا باش نفهمو أحسن رايحين ناخدو مثال. هذا هو، إذا أردنا وصف الكود داكوغ ولانا واش رايحين نقول؟ رايحين نقولوا ان الكود راه اون بوزيسيون بروكسيمال بارابور لا غاسين. هادي نعدوها غاسين، لا غاسين تاع لو مومبر سوبيريور. داكوغ، هادي هي الراسين تاع هاد لو مومبر تاع البراكاع كامل. واش رايحين نقولوا؟ رايحين نقولوا ان الكود راه اون بوزيسيون بروكسيمال بارابور لا غاسين. داكوغ، بروكسيمال راهي من كلمة بخي يعني قريب. أما لاما فراهي اون بوزيسيون ديستال بارابور لاغاسين، هي اللي راهي بعيدة على لاغاسين. منقولوش لاتيرال كي نكومبارو بارابور لاغاسين، نقولو ديستال يعني راهي بعيدة أ ديستونس. داكوغ، هادي هي ايتيليزاسيون التانية لاكس لونجيتودينال. لاكس لونجيتودينال هو لاكس اللي يمر من الفوق إلى التحت، راح يسمح لنا باش نديرو لا بوزيسيون دي زورغان على النحو التالي. راح نقدر نقولو انه اورغان راه اون بوزيسيون سيفاليك او سوبيريور يعني فوق، او اون بوزيسيون كودال او انفيريور يعني تحت. اذا كان قريب من العكس نقولو عليه اون بوزيسيون ميديال، واذا كان بعيد عن العكس نقولو عليه اون بوزيسيون لاتيرال. اما اذا كان قريب من الغاسين فنقولو عليه بروكسيمال، إذا كان بعيد نقول عليه ديستال. في فيديو اليوم أنا بدينا نهضر على لي زاكس دو كور هيومان وقلنا راهم ثلاثة. بدينا اون ديتاي لو بخومييي اللي هو لاكس لونجيتودينال، ورايحين نواصلو في الفيديو القادم إن شاء الله بقية الدرس. على قناتكم أزيت كومينيك طبعا تابعونا عبر ريزومي دو كور باراميديكو لاباج نتاعنا في الفيسبوك، راح نكون عندكم دائما الجديد لنواصل رحلة الشرح البسيط والمبسط لأجهزة جسم الإنسان. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.